بعد ما خلصنا المباراه الاولى ما بين باريس سان جيرمان ومدريد والتعادل 2-2، المباراه الثانيه بنفيكا برشلونه التعادل 4-4. هنلعب الحين المباراه الاخيره ما بين مجموعه تشيلسي اللي هم الاصفر يمتلكون من نقاط 8 نقاط، مجموعه بشكتاش اللي هم الكحلي يمتلكون من مجموعه تشيلسي 9 نقاط، مجموعه بشكتاش 8 نقاط. يعني المباراه برضك حماسيه الحين. اتفضلوا معايا يلا سعد. سعد لو فاز اليوم هيصير 11، عبد الله لو فاز اليوم هيصير 12، متصدر مع مدريد. هلا بالغالي. العاب يا قلبك. حلوه حلوه يا فيصل يا لعيب. يا راجل بتعمل ايه جدع يا ياسر جدع. طلعت ولا ما طلعت ضربه اوه حلوه عبودي حلوه حلوه. هي يا قلبك يا قلبك يا نهار ابيض. ما شاء الله عليك يا عبد الله. اوه العاب حلوه دي. ايوه جول يا الله. حد يساعده يا عيال يلعب لوحده. اوه يا حظك. بدر جول. جول. فنش فنش يا رجل. جول جول. العب قوم قوم العب. عطل ابراهيم العب عبد الله. روح 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 يا قلبك عبد الله. صح العب العب يا سعد. اوه التعادل يا راجل.